اوقف بقى التسجيل في الاخر عشان ايه تسيب يعني. حاضر ماشي تمام تسلم. حبيبي اهلا بيك. طيب فاتفقنا مع بعض كده يا شباب، القصه ايه؟ ان انا زي ما قلنا كده ايه ده بقى ايه الوضع، مين اللي موجود عندك بعد ما اخلص النهارده ان شاء الله انت كده تبقى قادر انك تحل اساينمنتس فين، تمام كده؟ وعشان نكون القصه برضه واضحه لك ان شاء الله بامر الله، الميد تيرم هيجي لحد ما هقف النهارده باذن الله، يعني لحد النهارده كده ما هقف، يبقى اذا الميد تيرم في الاخر عند ايه سعادتك رياكشن على البيم ورياكشن على الفريمز واسترينج اكشن على البيمز، ده الايه الميد تيرم ان شاء الله خلاص كده. ولكن الكويز زي ما قلنا هيبقى على رياكشن على البيمز والفريمز فقط لا غير، هو ده ايه الكويز اللي ايه اللي هيبقى عندك ان شاء الله. طيب بنيجي نقول يا شباب بقى، او قصه ايه، الراجل مديني هنا كاميرا بالشكل ده، الكاميرا دي زي ما اتفقنا مع بعض تكون من فيكسد سبورت وادي الرياكشنز اللي موجوده عليه خلاص كده. عندي هنا في الواي ب 17 والاكس ب 0 وقيمه الايه المومنت اللي عندي 44 متر طن. عندي ده رولر ب 6.33 وعندي ده رولر تاني بقيمه 2 طن. زي ما اتفقت معاك المساله دي في الاصل هم 5 مجاهيل، عشان كده لقيت عندي 2 انترميديت هيتش. طيب بنبدا اول حاجه كده نظبط مسالتنا، مدي لك في هنا حمل موزع قيمته 2 طن على المتر موجود على 3 مسافات، كل مسافه ب 3 متر زي ما هو باين قدام سعادتك كده، وفي حاجه اسمها كونسنتريتد مومنت قيمته 8 متر طن. طيب بنبدا نعمل ايه؟ اتفقت معاك بنبدا الاول نبسط المساله اللي عندي. يعني ايه من الاخر؟ قال لك يعني بنبدا نحول الاحمال الموزعه اللي عندي الى احمال مركزه بحيث تبقى المساله كلها ليها نفس نوع الاحمال. تقول لي طيب يا سيدي الكلام ده بيتم ازاي؟ اقول لك تعالى كده نلاقي هنا قيمه ال 2 طن اللي موجوده عندي دي، بضربها في الطول اللي هي بتؤثر عليه المسافه من هنا لحد هنا اللي هي 3، فيديني 2 في 3 ب 6، يبقى عندي كونسنتريتد لود بينزل ب 6 طن وفي نص المسافه، يعني على بعد متر ونص هنا شمال ومتر ونص يمين. نفس الكلام للجزء الثاني عندي هنا بينزل ب 6 طن، ونفس الكلام للجزء الثالث هنا بينزل بكام؟ ب 6 طن على بعد 1.5 متر من كل يا جماعه يمينه وشماله كمسافات متساويه. طبعا كده كده الكونسنتريتد لود موجود عندي بقيمه 8 متر طن، والرياكشنز اللي موجوده ايه معايا بالشكل ده. طيب اتفقنا مع بعض اول حاجه عشان اقدر اطلع قيمه النورمال فورس دايجرام، ببص على انهي قوه موجوده عندي في المساله؟ حلو، المسألة اللي قدام سعادتك دي فيها قوة أفقية؟ لا. يبقى إذا النورمال فورس دايجرام بكام سعادتك؟ زيرو. زيرو، مش موجود خلاص، يبقى يا دوبك زي ما قلنا إيه باخد خط كده وأحط عليه مين؟ دايرة صغيرة أو إيه أو نقطة، خلاص كده أنا فهمت إن مفيش نورمال فورس دايجرام، تمام كده؟ طب معلش عايز أسألك سؤال، افرض جيت أنا هنا عند الحتة دي مثلا كده وديتك ان هنا في قوة افقية قيمتها 5 طن. في الحالة دي ايه اللي هيختلف؟ يعني في اصل المسألة ها؟ يعني انا مدي لك قوة خارجية هنا كده في الحتة دي او في الحتة دي وات ايفر يا سيدي قيمتها 5 طن، ايه اللي هيختلف وانا بحل؟ يبقى عندي نورمال دياجرام بس. حلو، يبقى السؤال بقى لو انا هنا في كونسنتريتد لود ب 5، مش كده يبقى عند السبورت ده هرد عليه قيمة الرياكشن ب 5؟ ايوه تمام صح كده؟ في الحالة دي بقى يبقى في نورمال فورس من الحتة دي لحد الحتة دي قيمته كام حضرتك بقيمة الخمسة طن؟ واشوف هل الخمسة طن دي داخلة على الكاميرا ولا خارجة؟ لقيتها داخلة يعني كومبريشن يبقى اشارتها سالب، لقيتها خارجة يبقى اشارتها يا جماعة موجب. ده لو في جايب لك في أصل المسألة قوة أفقية، وبنأكد دايما خد بالك من الحاجات اللي بنقولها، دايما خد بالك من الملاحظات اللي بنتكلم عليها دي، لان زي ما قلنا ايه الحاجات الصغيره دي بتفرق جدا معايا، فبتجي لك ممكن تجي لي اه ممكن تجي لي عادي جدا ما عنديش فيها ايه مشاكل خالص. طيب ده كده يا سيدي ايه القصه اللي بنتكلم عليها اللي هي اول حاجه النورمال فورس دايجرام في مسالتي هنا اللي قدامي دي بزيرو. حلو هايل وكلام لطيف ما عنديش فيه ايه دكتور. اي مشكله. اتفضل يا فندم. طب دلوقتي يعني نفرض زي ما حضرتك قلت اللي فيه قوه 5 طن من هنا آه. بتضرب،
والرياكشن بيعكسها. حلو. تمام. طب انا ارسمها ازاي يعني حضرتك؟ ولا حاجه، بتروح جاي بتروح راسم الخط كده وترسم لي فم مستطيل اهو، ده وده الخط الصفر اهو اللي قدامك ماشي. هطلع بخمسه وافضل ماشي 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 لحد ما اقابل الخمسه الثانيه وانزل اقفل عند الصفر. الكومبريشن. اه بالظبط، كومبريشن تحط اشاره سالب، تنشن تحط اشاره موجب. وشكرا يا باشا على كده. ايه؟ وبرضه اطلع لفوق واحط الاشاره. ما يفرقش معايا بقى، عايز ترسمها فوق عايز ترسمها تحت اللي يعجبك، اهم حاجه تحط لي الاشاره. شكرا. عفوا، اهلا بيك. طيب ده كده زي ما قلنا الجزء الاولاني من المساله الموجوده عندي اللي هي مين حضرتك؟ النورمال فورس دياجرام. طيب ندخل على الجزء الثاني اللي هو الشير فورس دياجرام. اتفقنا مع بعض كده وقلنا شويه كلام لطيف، لما جينا قلنا عشان نرسمه ده لازم ابدا منين حضرتك؟ من ناحيه الشمال. وقلنا الجمله الشهيره بتاعتنا في الشير، بطلع مع الطالع وانزل مع النازل. واهم حاجه عندي اللي اتفقت معاك عليها ان لازم في الاخر اجي اقفل عند الصفر، وده بنقول هو التشيك اللي بيعتبر ده التشيك بتاعي اللي بعرف بيه انا صح ولا غلط. تمام كده، دي قصة يا شباب اللي احنا ايه بنتكلم عليها. طيب تعالى بقى نبدأ نركز مع بعض كده في الايه، في القصة اللي عندي. انا هبدأ من ناحية الشمال. ناحية الشمال في قوة رأسية عندي، قال لك اه في قوة رأسية قيمتها كام؟ قال لك 2 طن. طيب يا سيدي ال 2 طن دي طالعة ولا نازلة؟ قال لك طالعة. حلو قوي، يبقى روح جاي عند النقطة دي وطالع قيمة كام؟ ال 2. طيب فين النقطة التانية اللي انت هتبدأ تشتغل عليها؟ قال لك هفضل ماشي لحد ما اقابل قوة رأسية تانية، يا اما تطلعني يا اما تنزلني. طيب لو جيت بعد كده فضلت ادي ماشي 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 ماشي، هل في اي حاجة اتغيرت هنا؟ قال لك ولا الهوا، افضل ماشي 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 عدل زي ما انا. قال لك هوب اقف هنا. قال لك ايه اللي حصل هنا؟ قال لك ده انا لقيت في الحتة دي حمل رأسي هنا او قوة رأسية بتاعت الرياكشن قيمتها 6.33. طب ال 6.33 دي طالعه لفوق ولا نازله لتحت؟ قال لك طالعه لفوق، يعني في نفس اتجاهي، يبقى انا اوريدي فوق ب 2 والاقي عند المنطقه دي في كمان 6.33 عايزه تطلعني لفوق، يبقى في الحاله دي اجمعهم على بعض هما الاثنين ويديني قيمه 8.33 طن. تمام كده؟ يبقى ده قيمه الشير عند النقطه دي. عايز اسال سؤال بقى هنا للشباب. اشمعنى في 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 القصه دي كده هنا فضلت ماشي بالحمل ده عدل كده زي ما هو؟ الله، بس جيت الاسبوع اللي فات كان في هنا حمل تاني، كان في حمل موزع كده، وكنت بقف بحسب واقول لك اشوف القصه ايه، ايه اللي اختلف؟ قال لك كل اللي اختلف هنا عندك ان من النقطه دي لحد النقطه دي مفيش اي حمل موجود في المنطقه دي، ولا حمل موزع ولا حمل مركز. علشان كده عملت ايه؟ فضلت ماشي بالاتنين دي ثابته زي ما هي لحد لما قابلنا ال 6.33 بتطلعني لفوق، فبقيت بقيمه 8.33 فوق. تمام؟ في اي مشكله كده؟ يبقى لحد ال 8.33 حد مش فاهم او مش عارف جت منين؟ طيب تمام تمام يا شباب، اكمل بعد كده. عايز تحسب فين بعد كده؟ قال لك عند النقطة دي، دي النقطة اللي بعدها اللي أنا عايز أحسب عندها. قال لك ماشي، أنا فوق يا سيدي الفاضل ب 8.33، من أول هنا لحد النقطة دي في إيه سعادتك؟ قال لك في حمل موزع، الحمل الموزع ده عايز ينزلك لتحت بقيمة كام؟ 6 طن. قال لك هايل، وأنت فوق بكام؟ ب 8.33، يبقى أطرح 8.33 ناقص الستة بتاعت الحمل الموزع فيديني 2.33، وتفضل فين؟ لفوق، لأن قيمة التمانية اللي فوق أكبر من الكام؟ من الستة. يبقى إذا عندي هنا 2.33. هنا بقى في الحالة دي اهي، ده الجزء التاني اللي بتكلم عليه، أروح جاي عامل إيه؟ موصل الاتنين ببعض بخط مين؟ عندي هنا. ليه وصلتهم بخط أو الخط ده ما مشيش عدل كده زي ما هو ونزل زي أخوه اللي فات؟ قال لك لأن في هنا حمل موزع. يبقى اذا انا حسبت في اخر حمل الموزع لقيت 2.33 ووصل مين يا شباب؟ بخط عندي هنا. طيب وانا واقف عند النقطه دي في اصل المساله، يبقى ده اصل المساله مش حمل موزع، ها؟ في اصل المساله في 6 طن. السته دي بتنزلك ولا بتطلعك؟ قال لك بتنزلك. خلاص، وانت فوق بكام يا استاذ؟ قال لك ب 2.33. يبقى اقول له في 6 تحت
ناقص 2.33 لفوق فيديني 3 بوينت كام؟ 6 7 طن عند النقطة مين اللي أنا إيه واقف عندها. تمام؟ في أي حاجة مش واضحة لحد دلوقتي؟ يبقى لحد أنا واقف النقطة دي 3.67. أي حاجة اسأل أو إيه أو وقفني وأنا إيه وأنا ماشي. تمام. النقطة اللي بعدها اللي عايزين نحسب عندها النقطة دي. قال لك هايل أنت تحت بتلاتة. اتفضل. هو الحمل الموزع ليه يا دكتور ما خدناش مثلا ال 2.33 دي عند الحمل الموزع، ليه خدناها عند نهاية الحمل الموزع؟ ما هو ايه ما هو الحمل الموزع بيقول لك ايه؟ بيقول لك انت الكل هو التمييز بيقول لك ايه 2 طن لكل متر، يبقى انت كل ما بتمشي متر بتنزل 2 طن، يبقى اذا عشان اوصل للسته دي لازم امشي كام؟ 3، يعني لازم انتهي في اخر حمل الموزع. عشان كده خدت فين؟ اخر. تمام كده؟ تمام. طيب زي ما اتفقنا مع بعض ال 2.33 دي لفوق وانا نازل لتحت بستة، فاقول له 6 ناقص 2.33 فيديني كام؟ 3.67. عايز احسب بعد كده عند النقطة دي، يبقى انا تحت الخط يا شباب او تحت ب 3.67. من النقطة دي لحد النقطة دي في ايه سعادتك؟ قال لك في حمل موزع قيمته كام؟ 6. والستة دي لتحت ولا لفوق؟ قال لك لتحت. يبقى انا تحت ب 3.67 اجمع عليها الستة اللي بتنزلني فيديني 9 بوينت كام؟ 6.7 عند النقطة دي. تمام. جيت لقيت في نفس النقطة اللي انا واقف عندها في concentrated load في اصل المسألة باتنين بينزلني لتحت، يبقى 2 لتحت زائد 9.6 فيديني 11 بوينت كام؟ 6 زي ما هي موجودة ايه عندي وادي الدروب اللي احنا ايه اتكلمنا عليه. اخر حاجة من النقطة دي لحد النقطة دي الاقي في concentrated load في حمل موزع distributed بينزلني قيمته 6 وانا تحت اصلا بكام؟ ب 11.6، فاجمع ال 6 زائد ال 11.6 يديني كام؟ 17.6. لازم ال 17.6 دي يا استاذي الفاضل تقفل مع كام؟ مع ال 17.6 اللي هي قيمه الرياكشن، فاقفل هنا كام؟ عند الصفر. يبقى انا كده صح مليون في المية، حتى مش محتاج حد يعلم لي ولا يقول لي هو انا كده صح ولا غلط، انا كده طالما قفلت عند الصفر يبقى انا صح مين؟ مليون في المية. اتفقت معاك؟ اي حاجة مرسومة فوق في الشير بتاخد اشارة بوستيف، واي حاجة مرسومة تحت بتاخد اشارة مين؟ نيجاتيف. وبكده يبقى انا خلصت مين؟ الشير فورس دياجرام. تمام؟ في حد عنده اي سؤال في الرسمة دي؟ في اي حاجة مش واضحة فيها بالنسبة لسعادتك؟ يعني يا دكتور الجزء بتاع الحمل الموزع انا بحط ال يعني بخليه في الاخر، يعني في الاخر. الله ينور عليك. بالظبط، بجيب كده كده وانا ماشي ببقى جبت القيمه في اوله وبروح اجيب مين في اخره واوصل الاثنين ببعض بخط اهي زي ما هي باينه قدامنا. في اوله انا جبتها بروح اجيبه في اخره واوصل بخط. لقيت في نفس النقطه دي في كونسنتريتد لود او حاجه لازم يبقى في الدروب ده، مفيش يا استاذ الفاضل، خلاص يبقى اروح احسب فين؟ على النقطه اللي بعدها واوصل. طب وليه يا دكتور ما بعملوش كأنها خط مستقيم؟ ليه بنزل كده بخط ميل؟ يعني ليه ما بوصلش؟ انا ماليش دعوه، انا هنا بعمل ايه؟ ما هو مش مستقيم. مستقيم ازاي لما تبقى انت هنا ب 8 و3 وهنا ب 2 و3؟ ازاي اوصل؟ هل الخط الواصل ما بينهم خط مستقيم؟ لا، انا اقصد ليه ما يبقاش خط مستقيم وبعد كده انا انزل يعني لحد ما انا عايز. ما هو انت دلوقتي انت هنا ب 8.33 الحمل ده لحد الاخر اللي حصل بقى ب 2 و3. تمام؟ فعشان كده انا معايا 8 و3 وفي الاخر بقت 2 و3، ازاي بقى هيبقى الواصل ما بينهم خط مستقيم؟ يبقى خط مستقيم صح لو كانت هنا قيمه الحمل ب 8.33، لكن ده ما بيحصلش. انت هنا قيمه الحمل بقى 2.33 نتيجه نزولي قيمه الديستريبيوتد لود اللي هو ب 6. تمام. دكتور بعد اذن حضرتك اتفضل. من الناحيه الثانيه رولر من الشمال، احنا خدنا 6 واحده بس. ايه يا حبيب قلبي الثاني كده؟ الناحيه الثانيه رولر من الشمال، من ناحيه الشمال اللي هي ما بين 8.33 و 2.33 هنا؟ ايوه تمام هنا. حضرتك احنا خدنا هنا 6 واحده بس ولا 2 6؟ الاثنين يا حبيبي. ليه بقى؟ تعالى كده نبص. اول حاجه الحمل الموزع اول 6 نزلتك من 8.3 ل 2.3 ماشي كده؟ تمام. تاني ستة اللي هي concentrated دي اهي نزلتك من اتنين، انت فوق اتنين وتلاتة بقت تحت بتلاتة وستة. تمام.
وهكذا. رحت جاي بعد كده ماشي انا تحت ب 3 و 6 وفي 6 بتنزلني فبقيت كام؟ 9 و 6. تمام وهكذا الاثنين نزلتني ب 11 و 6 وال 6 نزلتني بقت 17 و 6 قفلت عند الصفر. تمام دكتور هو انا خططته كده على طول؟ ايه يا حبيبي؟ خططته كده على طول؟ لا لا مش فارق، لا لا لو حطيت لي الاشاره بس خلاص زي الفل ما عنديش مشكله. تمام ولكن زي ما اتفقنا. اتفضلي يا فندم. هو احنا عند 2 و 3 3 واللي هي تحتيها 3 و 67 من 100. هو احنا ليه واحنا واقفين عند 2 و 3 3 ما نزلناش 6؟ ليه خلينا المحصله بتاعتهم 6؟ ليه ما نزلت 6؟ مين اللي قال ما نزلتش؟ مش انا ب 2 و 3 فوق. تمام. وفي كونسنتريتد لود اهو عند سعادتك بستة بينزلك، يبقى انت فوق باتنين وتلاتة وانا بنزلك بستة، يبقى كام؟ تلاتة وستة من عشرة تحت. ادي تلاتة وستة من عشرة تحت. تمام. بس فطبعا انا ما باخدش محصلة، انا باخد مين كل نقطة ومين والقيمة بتاعتها، مفيش قوة رأسية ما بتدخلش معاها. ولكن زي ما قلنا بحمل الموزع انا بحسب دايما في اخره ومعايا اوله اوصل بخط ما بينه. دكتور هو انا مطالب بالتهشير ولا لا؟ لا 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 خالص خالص، يعني هي الاشاره بس. بس بالظبط. بعد اذنك دكتور لو سمحت. هو انا فهمت، يعني انا فاهم لحد كام من حضرتك، بس انا ما فهمتش نقطه فوق اللي هو لو في قوه افقيه بقى. حلو، انا بقول لو مديلك هنا في اصل المساله كده قايل لك انا مديك هنا في قوه افقيه عند النقطه دي، هنا فيها رأسيه بستة وفي واحده كمان بخمسة. ماشي تمام. مش الاخ السبورت ده لازم يبقى ليه اكس ساعتها في الحاله دي بخمسة؟ اكيد. حلو قوي، يبقى اذا القوه الافقيه بادئه منين؟ من اول هنا لحد هنا. فتروح جاي حضرتك عامل ايه؟ عمل لي كده ادي الخط المرسوم، تروح جاي طالع بخمسه وماشي ماشي ماشي لحد هنا فين النقطه دي وتقفل. فتقول لي المستطيل ده بخمسه، جاب منين الخمسه؟ اللي هي قيمه القوه الافقيه. وتشوف لو القوه دي ضغط يبقى هنا احط اشاره نيجاتيف، لو شد احط اشاره بوزيتيف، وشكرا على كده. تمام. المستطيل ده هيبقى شبه الحمل الموزع ده صح؟ بالظبط كده بالظبط، بس في اشاره جواه. تمام. زي المستطيل ده بالظبط اهو، هو هو. تعال الاثنين. تمام شكرا يا دكتور. عفوا. يا دكتور لو سمحت، الحمل الموزع ما كانش ينفع نوزعه على 6 متر وتبقى محصلة القوة عند 6؟ اتفقت معاك. بص خليها طالما انا ماشي في مسافات بتفرقني فقسمه، ده لوحده وده لوحده وده لوحده افضل علشان ما تتلخبطش. تمام يا دكتور. تمام بس شكرا. عفوا حبيبي اهلا بيك. تمام نكمل بقى ايه اخر حاجه موجوده عندي او الجزء الثالث اللي هو جزء البندنج مومنت ده يا جماعه. طيب اتفقت معاك، انا دايما بحب هنا اجي او ان انا اشتغل ازاي، احط الاماكن اللي انا عارف عندها قيم المومنت. طيب قلناها الاسبوع اللي فات، فين الاماكن اللي عندها المومنت بصفر وانت عارفه ومغمض عينيك؟ فين البدايه والنهايه وتنجت؟ لا نقف بقى كده هنا مع بعض. انا قلت عند البدايه والنهايه في حالة، وأكدنا عليها، إن لما يبقى السبورت اللي عندي هينش أو رولر. هل الفيكسد أقدر أقول إن المومنت عنده بصفر؟ لا لا هو عنده مومنت. ده أنا أهو بص قدام عينيك أهو جاي مديك عند الفيكسد بكام؟ في مومنت ب 44، يبقى استحالة يكون مين الإيه المومنت عند الفيكسد سبورت ب 44، إحنا كده نتخانق مع بعض. يبقى انا بقول في الاول وفي الاخر لو كان السبورت ايه هينش او هولر، لكن لو فيكسد بيبقى عنده قيمه مومنت فبحطها زي ما هي. تمام. ايه تاني؟ صح يا دكتور، انا برضو عندي قيمه الاخر برضو، يعني هي كده معايا بالظبط. الله ينور عليك، فانا في الاخر وعندي قيمته فبحط قيمته زي ما هو. تمام. تمام. في ايه تاني النقط اللي عندها المومنت بصفر؟ عند الهنج. بالظبط عند الانترميديت هنج. خلاص كده يبقى واحد جاي في المساله بتاعتي، والله الاخ السبورت ده ايه رولر، يبقى المومنت عنده بصفر. هايل.
والباشا ده ايه ده انترميديت هنش يبقى المومنت بصفر اكمل ده بصفر لا ده ليه قيمه ليها قيمه اه هوب اقف هنا انترميديت هنش بكام بصفر امشي هنا ده مين فيكسد سبورت فيكسد سبورت عنده مومنت بكام ب 44 حلو تسال نفسك سؤال ده السهم المومنت ده لفوق ولا لتحت ده السهمه اه ده السهم اهو قدامك لفوق دايما خدها قاعده احنا بنرسم المومنت مع ديل السهم فديل السهم المومنت ده لفوق يبقى هو جاي واقف عند النقطه اللي موجوده عندي دي كده هنا واقول له ادي المومنت بكام ب 44 لفوق يبقى انت شوف بقى عرفت المومنت عند كام نقطه ادي 1 2 3 4 حلو قوي ده انا جبته عند اربع نقط كده وانا قاعد زي البيه ناقص لي فين يا عم النقطة دي والنقطة دي عندي هنا وشكرا انا بقى كده ايه روحت خلصت ادي مين الكام نقطة مين اللي موجودين عندي قال لك خلاص يلا يا سيدي تعالى نبدأ نجيب مين المومنت اللي عندي عند اول مسافة اللي هي المسافة دي اللي هي باتنين تعالى نجيب مين المومنت عندها قال لك ماشي نقف عند النقطة دي واعمل ايه يا شباب قال لك تقف عندي ويا تاخد المومنت من ناحية الشمال او تاخد المومنت من ناحيه اليمين مين اللي اسهل هنا اكيد كده شمال حلو لو جيت بصيت شمال المومنت هيساوي قوه في مسافه فين القوه لناحيه الشمال 2 كان 2 والمسافه بتاعتها كام 2 يبقى 2 في 2 ب 4 متر طن السؤال الاثنين دي ديل سهمها لتحت ولا لفوق لتحت لتحت يبقى اذا برسم المومنت هنا لتحت وقيمته 4 متر طن حلو كده يبقى المومنت عند النقطة دي ب 4 متر طن وجاي واقف كده ونزل لتحت ب 4 متر طن تمام كده والمومنت هنا قلت لي بكام بصفر طيب علمتك علامة مهمة قوي انت بتجيب المومنت عند نقطة والنقطة التانية لما تيجي توصل ما بينهم هتسأل نفسك سؤال كان ايه السؤال ده بقى في حمل موزع الله ينور عليك في حمل موزع ولا مفيش يعني من الاخر بالبلدي كده نوصل بخط لو مفيش ولا نوصل بكيرف لو فيه فقال لك ده من النقطه دي للنقطه دي مفيش اي احمال موزعه يبقى توصل لي مين يا سيدي الفاضل بخط الصفر مع مين مع الاربعه هنا وكده الدنيا بقت ايه زي الفل وتمام تمام في مشاكل كده يبقى ادي اول نقطه المومنت بيساوي 2 في 2 ب 4 ارسمناه لتحت علشان دي السهم الاثنين موجود لتحت امشي قال لك والله اجي لو كان قال المومنت هنا بصفر اوصلهم ببعض قال لك لا بس اقف بقى حبيب قلبي قال لك ده انا مديك في اصل المساله حاجه اسمها كونسنتريتد مومنت انا اللي جاي مديهولك مومنت مركز موجود عندي المومنت ده لو خدت بالك ما كانش له اي تاثير وانا برسم شير لانه ما ملوش انا برسم شير والشير ده قوه رئيسيه لكن يبان تاثيره فين وانا برسم بقى ايه المومنت قال لك ركز بقى معايا في الحته دي عشان الحته دي حلوه قوي طيب انا تحت عند النقطه دي ب 4 متر طن ولتحت طب عند النقطه دي في كونسنتريتد مومنت قيمته كام 8 ال 8 ده دي سهمها لفوق ولا لتحت لفوق لفوق يبقى في الحاله دي المومنت هنا بيساوي كام 8 فوق ناقص 4 تحت فيديني 4 متر طن لفوق يبقى جاي عند النقطه دي كده بدل ما هوصل بصفر لا الاقي عندها في دروب زي كام لو كان ايه في الحته اللي بيبقى فيها كونسنتريتد لود لازم نلاقي فيها دروب يبقى هنا في كونسنتريتد مومنت يبقى اطلع فوق بكام ب 4 متر طن جاب منين ال 8 اللي في اصل المساله ناقص الاربعه اللي عندي فاداني مين 4 متر طن حلو قوي ده الدنيا زي الفل كده ومفيش فيها ايه مشكله طيب المومنت هنا بكام عند الانترميديت هنش دي يا سيدي بصفر من الاربعه للصفر هل في حمل موزع؟ قال لك لا فتوصل بخط عادي جدا تمام هايل بعد كده النقطه الثانيه اللي بعدها اللي عايزين نحسب لها المومنت النقطه دي اللي هي اللي عند السبورت تمام طيب احسبه ازاي او اجيبه منين؟ إيه؟ ناخد المومنت اخد المومنت ناحيه الشمال صح كده قال لك هايل فالمومنت ناحيه الشمال عند النقطه دي هيساوي 2 في 6 يعني ب 12 متر طن لتحت صح كده وال8 في كام بقى هنا
لحد المسافة لحد النقطة دي؟ لا هي الثمانية بس. الله ينور عليكم، هي الثمانية بس. ده مومنت يا أستاذي، ها ليش حد ايه استعبط لي يقول لي 8 في كام في 4؟ لا ده هو مومنت جاهز. يبقى هنا بتكلم 2 في 6 ب 12، يبقى في مومنت ب 12 تحت ومومنت هنا بكام؟ ب 8 فوق، فحاصل طرحهم يديني 4 متر طن لتحت. يبقى ادي فعلا عند النقطه دي اهو مومنت ب 4 متر طن لتحت. طب انا ممكن اعمل حركه حلوه قوي قوي قوي، بص كده وركز معايا. مش المومنت هنا ب 4؟ قال لك اه. والمومنت هنا بصفر؟ قال لك مظبوط. لو جيت كمل الخط ده لهنا حد الصفر، لو جيت مشيت بنفس الخط الايه المستقيم ده عند النقطه دي هيطلع لك المومنت بكام؟ قال لك لو عملتها بحسبه بسيطه كده من غير حتى ما تحسب المومنت، وحسبه لطيفه قوي، لو جيت المسافه دي بكام؟ قال لك دي باتنين، والمسافه اللي قبلها بكام؟ باتنين. يبقى انت هنا المومنت باربعه. لما اجي امشي مسافه باتنين اوصل عند الصفر، لو كملت بالصفر بنفس الخط ده لحد ايه الحته دي وانا ماشي بنفس المسافه الاقي دي نفس القيمه اللي هي بكام؟ باربعه، لانه مشي مين؟ نفس المسافه. فالخط المستقيم ده مشي نفس المسافه دي، يبقى لو لقيت المسافه اللي قبلها قبل الانترميديت زي المسافه اللي بعد الانترميديت، يبقى القيمه اللي قبلها هي هي القيمه اللي بعدها بالظبط اللي هي بكام؟ باربعه، بدون حتى يا سيدي ما مين؟ ما تحسب ولا تعمل ولا تشتغل ولا اي حاجه. يبقى دي حاجه كده ايه على الماشي ليك يعني عشان تبقى انت ايه فاهم الدنيا ماشيه ازاي. تمام؟ حد عنده اي مشكله كده؟ يبقى المومنت عند السبورت عند النقطه دي باربعه. تمام. خلاص فاضل لي مين؟ نقطه. النقطه مين اللي في النص دي؟ عايزين نحسب عندها المومنت بكام؟ النقطه عند الحته دي كده. ها اعمل ايه في الحاله دي؟ اخد المومنت شمال او اخد المومنت يمين؟ طيب يلا يا عم تعالى ناخد المومنت شمال مع بعض. يبقى عندي في اول حاجه 2 اللي هي قيمة القوة الرأسية في المسافة دي كلها عندي هنا 2 و2 4 و2 6 6 و3 كام؟ 9. يبقى 2 في 9 بكام؟ ب 18، والمومنت ديل سهمه لتحت لك هايل. بعد كده في عندي 8 بس وديل سهمها لفوق لك مظبوط. بعد كده عندي في 6.33 في 3 وديل سهمها لتحت. بعد كده عندي في 6 في المسافة دي عندي بكام؟ ب 1.5 وديل سهمها لفوق. اطرح دول مع بعض، اخلي اللي موجود لتحت اجمعه مع بعض اللي هو الاثنين والسته، واللي موجود لفوق اللي هو الثمانيه مع كام؟ السته في الواحد ونص، وارسم في الاخر المومنت مع الكبير. قال لك حاصل طرح الكلام ده هيديني 20 متر طن، ورسمته تحت لان قيمه المومنت اللي تحت مين؟ محصلته اكبر، فطلع ب 20 متر طن ايه؟ موجود معاه. طيب اوصل هنا عندي المومنت هنا ب4 والمومنت هنا ب20. من الحته دي للحته دي في ايه بقى سعادتك؟ قال لك اقف، ده في حمل موزع. قال لك مظبوط. يبقى ساعتها انت بتوصل بايه؟ اوصل ال4 مع ال20، ولكن ايه يا شباب؟ بكيرف. بالمناسبه قيمه الكيرف ده قيمه السقوط بتاعه يعني كده، او قيمه الايه زي ما بنقول الكيرفيتشر بتاعه بيساوي دبليو في ال سكويرد على الثمانية، اللي هو بنقول عليه بارابوليك شيب. يعني دبليو بتاعك اللي هو 2 والال ب 3 سكويرد على الثمانية اللي هي تديك كام؟ 2 وربع. ده يعني اللي ايه لمعلوماتك عشان تبقى انت فاهم. يبقى بوصل الاربعه مع ال 20 بايه يا جماعه؟ بكيرف عندي. حلو. اخر حاجه عندي هنا هو المومنت بكام؟ بصفر. معلش يا دكتور، يعني بالنسبه لحضرتك اتفضل، انا عندي النت حصل في مشاكل في اخر حته بس، وإحنا حضرتك بتحسب عند 20 كده اللي هو عند المومنت عند 20. طيب جبت المومنت ب 20، فهمت جه ازاي؟ تمام. هو حضرتك عملت اللي هو الاثنين في التسعه. ايوه بالظبط كده. واللي هي والقوه اللي هي 6 33 من 100 في الثلاثه. الله، جمعتهم على بعض عشان هما الاثنين اللي تحت. تمام. والسته في 1.5 واتجمع مع الثمانيه اللي فوق. الله ينور عليك. حصل الطرح ده اداني كام؟ 20 لتحت. تمام ماشي كده حلو. وصلت، اوصل بقى من الاربعه لل 20. فاتفقت معاك وانت بتيجي توصل بتقف بتسال نفسك سؤال، هل في حمل موزع ولا ما فيش؟ لقيت ان في حمل موزع فتوصل بايه؟ بكيرف زي ما انا عامل كده. الكيرف ده قيمه السقوط بتاعه او الكيرفيتشر بتاعته بيساوي دبليو في ال سكويرد على 8. دبليو اللي هي ب 2 والال من هنا لهنا اللي هي بكام؟ ب 3 سكويرد مقسوم على 8، فيديك اللي هو ال 2 وربع اللي هي قيمه مين؟ السقوط بتاع الحته دي يعني. تمام كده؟
مش مطالب ان انت تعملها حتى، فاهمني؟ يعني ايه، اعمل لي بس وصل من الاربعه للعشرين بالكيرف ايه اللي موجود عندك. طيب بعد كده المومنت عند النقطه دي هنا ب20 وهنا بصفر، اوصل مع بعض، ولكن زي ما اتفقنا مع بعض طالما في حمل موزع يبقى اوصل بايه؟ بكيرف. واتفقت معاك برضه نفس الكلام، قيمه السقوط بتاع الكيرف هي دبليو في ال سكويرد على 8، فتديك كام؟ 2 وربع. اخر حاجه المومنت فوق ب 44 والمومنت هنا بصفر، اوصل الاثنين دول مع بعض بمين يا جماعه؟ بكيرف زي ما انا ايه عامل، ولكن طبعا اخلي الكيرف ده لفوق، ما الاقيش ايه جاي اعمل لي كده الكيرف ده نازل هنا، يا دوبك ده بياخد حته كيرفيتشر صغيره كده زي ما انا ايه عامل، يبقى مش بوصل بخط مستقيم، لا بوصل مين؟ بكيرف ايه عندي. اخر حاجه بعملها بقول ان اي مومنت موجود تحت الخط اشارته بوزيتيف، واي مومنت موجود فوق اشارته مين؟ نيجاتيف. وكده بقى انا خلصت مين؟ البندنج مومنت دايجرام. لو عند حد عنده سؤال يتفضل. دكتور، هي الهنجد بيكون بصفر على طول صح؟ على طول من غير كلام. دكتور، ايوه، هو لو بعد المفصله ديت في قوه، العزم بتاعها مثلا قوه الديل بتاعها لتحت والعزم بتاعها مثلا مساوي للعزم بتاع الفيكسد هنا، ساعتها يبقى هنرسمها عادي عند الصفر. طبعا خلاص، ساعتها ما بترسمش حاجه، خلاص بيبقى هنا صفر وهنا صفر، خلاص وتقف على كده. بس ما بينهم في ايه؟ حمل موزع زي ما قلناها الاسبوع اللي فات اهي، مش هنروح بعيد. فاكر اهي كان المومنت هنا بصفر والمومنت هنا بصفر، بس رسمت منهم ايه؟ الكيرف عشان الحمل. الله ينور عليك، عشان الحمل الموزع. دكتور معلش يا دكتور، هو القوة اللي هي نتيجة للحمل الموزع اللي هي مثلا كنا قلنا 6 و6 و6، ايوه، دول يعني ما بتجيب لهمش بندج مومنت بحيث ان هم كانوا بيتضموا لحد القوة اللي هي حضرتك مدهاني؟ لا، ليه ما تجيب لهمش؟ ازاي؟ هو مش احنا لما كنا بنقف، لما جينا وقفنا هنا واحنا بناخد المومنت مش قلنا 6 في 1.5؟ تمام. لا قصدي بقى، قصدي يعني اقف عند زي ما كنا بنقف مثلا عند الستة اللي جنبها دي، ما وقفتش عندها، لا وقفت عند الست اللي في النص. لا انا بقف عند المسافه بالظبط، المسافه. بص ما تقعدش تلخبط نفسك انت، المسافه هي اللي بتقف عندها اهي. يعني انا اقف عند المسافات بالظبط. طيب خلاص تمام، عشان كنت متلخبط خالص من الحته دي. لا يا حبيبي، انا بقف عند المسافات. فاكر لما جيت قلت لك الاسبوع اللي فات انا باخد خطوط راسيه من المسافات؟ ايوه صح، واحسب عند كل مسافه. خلاص تمام، شكرا، اهلا بيك يا حبيبي. دكتور معلش، اتفضلي يا فندم. هو ال 20 معلش اللي هي ال 20 مومنت في التي دي عرفنا ازاي ان هي تحت؟ حلو، علشان لقيت ان الاثنين في التسعة زائد الستة 33 في 3 اكبر من الثمانية واكبر من الستة الطرح اللي فوق. تمام، بس أيوه. انت بتجمعي ارقام عندك، والله في رقم ب 100 لتحت ورقم تاني ب 20 لفوق، حاصل طرحهم بكام؟ ب 80. طب نرسمه مع مين؟ مع الكبير. هو الكبير كام فين؟ لتحت، يبقى المومنت لتحت. تمام تمام يا فندم. معلش يا دكتور، هو المومنت كده عند الفيكسد، قصدي عند الرولر والهنجد بصفر، والفيكسد بس اللي هو اللي مش بصفر بالظبط. ما هو اهو، بص انت ما تلخبطش نفسك، هو مديك ايه ده يا عم؟ ايا كان نوع السبورت بس عنده فيه كونسنتريتد مومنت، فتلتزم باللي موجود قدامه. دكتور اتفضل. هو في اللي عندنا السبورت اللي هي الاربعه فوق واربعه تحت، هو مش المفروض اوصل من السبورت الاربعه اللي فوق الاربعه اللي تحت؟ ايوه اهو، ما هو في خط اهو واصل اهو، من ما هو من هنا لهنا يعدي بالصفر ويكمل يوصل لحد السبورت، في خط اهو قدامك. انا بتكلم من عند الاربعه اللي فوق لعند السبورت، انت حضرتك موصل من اللي تحت للسبورت، مش المفروض من اللي فوق للسبورت؟ حبيبي من اللي فوق اهو يا بابا، اهو اللي فوق اهو اهي، من اللي فوق فضلت ماشي، انا بادئ من الشمال ها، وصلت للصفر وكملت لحد هنا، بقى المومنت هنا باربعه، اربعه لتحت، فوصلت اهو بخط عدل زي ما هو اهو. انا دايما بادئ من الشمال مش بادئ من اليمين، فبمشي كده كده كده، هنا المومنت بصفر وانا عارف ان هنا باربعه، وصلت بخط وكملت بعد كده، لقيت المومنت هنا باربعه تحت، رحت جاي موصل بخط ورسمت الاربعه تحت. تمام يا دكتور. تمام. دكتور مش حضرتك قلت عند الانترميديت هنج لو المسافه يمينها قد المسافه شمالها؟ ايوه.
نفس المومنت بس اختلاف الاتجاه بالظبط كده. هنا 20 وهنا 44. فين يا عم انت؟ انا واقف اهي عند المسافه دي اهي، ادي الانترميديت هنج شمالها المومنت ب 4 على بعد 2 متر. الانترميديت هنج اللي على اليمين فين؟ هنا؟ اه لا، ما هي القصه هنا. لا ما هو طالما ليه؟ عشان في اصل المساله في كونسنتريتد مومنت، ده هنا جاهز الراجل مديك مين المومنت جاهز. يبقى الكلام ده في حاله الخطوط المستقيمه مش في حاله لما وصل بكيرف، افهم. تمام تمام. لو خط مستقيم امين، ما هو الخط مستقيم ولا لكن هل الكيرف انت تعرف تظبطه يا عم؟ انا مش عارفني ده هو من هنا لهنا كيرف، مش عارفني الكيرف ده اصلا الكيرفيتشر بتاعه شكله عامل ازاي. فالكلام ده ينطبق في حاله الخط المستقيم فقط لا غير، لما ما يكونش فيه حمل موزع في المنطقه. لكن في حمل موزع هنا ما ينفعش، ما اقدرش. يعني ما اقدرش هنا اقول لك 20 وهنا يبقى 20، لا. بعد اذن حضرتك يا دكتور. اتفضل يا فندم. هو في اول المسافه هنا اللي هو عند العزم 4. تمام. انا ليه ما قلتش من ان انا لما جبت العزم يعني جبت لقيت مثلا القوه اللي هي 2 في 2 ب 4 لتحت وعندي عزم 8 لفوق؟ لا لا لا، ما هو انت بتبقى واقف في الحته دي كده هنا، فانت بتبقى لسه ما شفتش المومنت. لكن اول ما بتيجي تروح هوب تروح جاي ماشي ايدك تلاقي المومنت يظهر معاك، فيبان الكلام تاثير المومنت فين؟ في الدروب اللي احنا بنقول عليه ده. تمام. فعشان كده يعني يبقى الاثنين في الاثنين بس. تمام. يبقى تاثير الثمانية فين؟ في الدروب اللي انا عامله ده. دكتور، هو الكيرف اللي هو دوت على الخط دوت بيبقى تحت الخط ولا فوق الخط؟ حلو بس إيه؟ السؤال ده عجبني قوي بقى، ويمكن كنت مستني حد يساله لي. فاكر ما قلت لك؟ قلت لك الله، طب ما تنزلش هنا مين بالكيرف ده لتحت. حد عنده سؤال انا ليه او اجابه انا ليه رسمت الكيرف ده فوق ما عملتش الكيرف ده مثلا كده 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 رحت جاي منزله كده؟ حد عنده؟ عشان المومنت الانفاز على تحت. لا 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 لا، زيل طيب هي تبقى اعتقدش ان حد ممكن يبقى عنده اجابه ليها. ليه المومنت هنا بصفر ماشي والمومنت هنا ب 44؟ الكيرف ده انا باجي بنزله من النص. طب لو دي بصفر ودي ب 44 يبقى في النص بكام؟ ٢٢ صح كده؟ حلو قوي. طيب انا قلت لك انا بنزل قيمه دبليو في ال سكوير ده على 8، دبليو في ال سكوير ده على 8 طالعه ب 2 وربع. يبقى انت هنا دي ب 22 وانت عايز تنزل بالكيرف ده 2 وربع، يبقى هل هنزل تحت الخط؟ قال لك لا، طالما لقيت قيمه دبليو في ال سكوير ده على 8 اقل من الافريج فلازم يفضل الخط ده لفوق. لكن امتى دي تنزل لتحت؟ لو كان قيمه دبليو في ال سكوير ده على 8 دي اكبر من ال 22، كانت مثلا 30 40، في الحاله دي الكيرف بيبقى عامل ايه؟ يجي ينزل لتحت ويروح جاي يمين طالع لفوق. ولكن قلما ما هتقابل مين حاله زي كده عندي فين في القصه دي، عشان كده رسمته مين لفوق بالشكل ده. ده لو انت بتسال يا دكتور ممكن تعيدها تاني؟ تعيد الجزء ده تاني. انا هنا المومنت بصفر وهنا المومنت ب 44، يبقى الافرج في النص بكام؟ صفر زائد 44 على الاثنين فيديني 22، يبقى الحته اللي هنا دي ب 22. طب انا بقول لك ان هنا قيمه الكيرفيتشر بتاعي دبليو ال سكوير ده على 8 اللي هي دبليو ب 2 والال بتاع الحته دي 3 سكوير ده على 8 يديك 2 وربع. يبقى انا بقول لك الكيرفيتشر ده او انا عايز انزل ب 2 وربع وانا فوق ب 22، فافضل مين الكيرف؟ طبعا الاقي ان ال 22 اللي فوق اكبر من ال 2 وربع اللي هي الكيرفيتشر، فيفضل مين الكيرف موجود فين؟ لفوق فوق الخط عم. وقلنا دايما هنلاقي الكيرف موجود فوق عشان ما تلخبطش نفسك يعني. تمام؟ اي سؤال؟ في اي حاجه مش واضحه؟ معلش يا دكتور، انت ممكن حضرتك ترفع البي دي اف بس بتاع المحاضره دي والمحاضره اللي فاتت على ال ايه؟ طب هو معلش كمان سؤال يا دكتور، في الميدترم والكوزات هيبقى الاسئله سيكونشال؟ تبقى ام سي كيو. لا سيكونشال، هينفع نرجع للسؤال ولا لا؟ في الغالب خليك انت ترجع لها يعني. يا ريت يا دكتور بس نعرف نرجع لها عشان لو الواحد اتلخبط في حاجه وعداها وكده يعني. ولو ان انا بسمع افلام فاهمني، بالناس تقعد تحل وتبعت على الواتساب وحركات كده فاهم، فما نشوف هنخليك الامتحان على الوقت بالظبط. خلاص تمام يا دكتور.
دكتور بلوس على حضرتك. طيب بقى وانتوا بالصحة والسلامة يا رب كده وعيد سعيد عليكم وبسطوا وعيدوا وبسطوا وما تلاقوش من حاجة فاهم. الدنيا بسيطة والدنيا سهلة، امشي بس على الحاجات اللي احنا قلناها، راجع تاني المحاضرات كويس، هتلاقي نفسك والله ما محتاج لأي حاجة، وان شاء الله تبقى الدنيا بسيطة وسهلة ما فيش فيها أي مشاكل. حد أي حاجة وعلى مدار الأسبوع، على مدار الاسبوع لو في وانت بتذاكر اي حاجه وقفت قدامك ابعت لي يا سيدي على الواتساب او ابعت لي على الماسنجر، هتلاقيني بجاوبك وموجود معاك اي وقت يا سيدي، الساعه 2 بالليل الساعه 3 وانت بتذاكر في حاجه وقفت قدامك علمني عليها، ابعت لي يا سيدي فويس نوت او ابعت اسال على اي حاجه مش مفهومه بالنسبه لك، هتلاقيني موجود معاك طول الوقت ان شاء الله باذن الله. لكن ما توقفش يعني، ما تجيش حاجه انت مش فاهمها والله طب انا عطلان، لا ما تعطلش، كلمني زي ما قلنا فاهم، ابعت لي مفيش اي مشكله في اي حاجه، هتلاقيني موجود معاك ايه باذن الله في اي وقت منين من اليوم، مفيش ايه يعني ما تتكسفش من اي حاجه، اسال في اي وقت هتلاقيني انا موجود معاك والمعيدين كلهم موجودين معاك. خلاص كده.